الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الأسير مروان البرغوثي لبرلمانات العالم: لن نستسلم للتعذيب والاعتقال والعقاب الجماعي، ونطالبكم بدعم حرية الشعب الفلسطيني. الجيش السوري يتقدم في ريف حماة، وموسكو تحذر من افتعال حوادث كيميائية مزيفة بريف دمشق قريباً. ترحيب أوروبي بتصدر ماكرون الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية، ولوبان تتهمه بالضعف في مواجهة الإرهاب. وزير الاتصال الجزائري يؤكد عدم وجود مخالفات في التغطية التلفزيونية للانتخابات، ويتهم بعض الصحف بتجاوز القانون. أهلا بكم، نبدأ نشرة من تطورات إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. قال الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي إن إضراب الأسرى عن الطعام وسيلة شرعية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. البرغوثي أضاف في رسالة إلى برلمانات العالم إن إسرائيل مستمرة في العقاب الجماعي ضد الأسرى، وهي اعتقلت 70 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وأوضح أن الإضراب عن الطعام يواجه الاعتقال التعسفي والتعذيب والإهمال الطبي، داعيا برلماني العالم إلى دعم حرية وكرامة الشعب الفلسطيني. من جهتها، دعت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي الشعب الفلسطيني إلى عدم التأثر بالأخبار الواردة من السجون، وشددت على أن الأسرى صامدون وإرادتهم صلبة. وتعليقا على تردي الوضع الصحي للأسير البرغوثي، أكدت للميادين أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال صرخة للشعوب العربية والإسلامية، داعية الفلسطينيين للوحدة في هذه المسيرة. بدي أطمن شعبنا الفلسطيني إنه ما يتأثروا معنويا بهذه الأخبار. صحيح نحن متوقعينها، وصحيح إنه، ولكن كمان لازم يعرفوا إنه الأخبار اللي وصلتنا كمان أن أبو الفسام وإخوانه المضربين عن الطعام وإخوانه في قيادات الحركة الأسيرة أنهم جميعا صامدين بمعنويات عالية، وأن إرادتهم صلبة، وأنهم لا يقولوا لا تتحدثوا معنا إلا حينما تأتوا بالمطالب. في إرادة وصلابة أبو القسام وإخوانه ورفاقه الأسرى ستكون إن شاء الله درس لهذا الاحتلال، لما يريد أن يكسر معنويات الشعب الفلسطيني من خلال التأثير بإرادة الأسرى، ولن يكون لهم. وكل الأخبار اللي تصلنا مطمئنة. وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين أفادت بأن تدهورا خطيرا طرأ على صحة الأسير مروان البرغوثي الذي يرفض أخذ العلاج على نحو قاطع، وفيما يواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة، تجاوز عدد المضربين عن الطعام 1580، فيما واصلت قوات الاحتلال قمعها الفعاليات الداعمة للأسرى، حيث أصيب 6 فلسطينيين خلال تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية شمال رام الله. من جهته، أكد البرلمان العربي خلال جلسته في القاهرة دعمه لمطالب الأسرى وتضامنه الكامل معهم. في غزة، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة للتأكيد على مساندة الشارع لمطالب الأسرى، وتضمنت رسائل للعالم بتحمل مسؤوليته تجاه ممارسات الاحتلال. التقرير لأحمد غانم. فيما يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام، يؤكد الشارع الفلسطيني مؤازرته ومساندته لهم في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال. مسيرة للجبهة الشعبية انطلقت من الصليب الأحمر نحو خيم التضامن وسط غزة، تنديدا بممارسات الاحتلال ضد الأسرى. لسنا متضامنين، نحن شركاء في هذه المعركة، ولنقول لأسرانا بأننا جنبا إلى جنب نسير وإياكم في معركة الحرية، تنديد بممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأبطال من خلال النقل والقمع وسلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، خاصة وأن الآن أسرانا المضربين أجسادهم يعني تشوبها الكثير من الأمراض والإرهاق. توسيع الحراك الشعبي الداعم للأسرى كان مطلبا حاضرا بقوة هنا في خيمة الاعتصام بساحة السرايا، في موازاة مطالبة السلطة والعالم بالوقوف عند مسؤولياتهما.
المطلوب من السلطة الفلسطينية أولا أن توقف التنسيق الأمني مع هذا العدو المجرم الذي يحتجز الآلاف من الأسرى الأبطال. من غير المعقول أن يستمر هذا الصمت، هذا السكوت من قبل المجتمع الدولي أما إزاء هذه الجريمة التي ترتكب بحق هؤلاء الأسرى الأبطال. هذا الصمت لا يمكن أن يفهم إلا أنه تواطؤ مع هذا العدو المجرم. المشاركون طالبوا المقاومة أيضا برفع سقف أي صفقة مقبلة مع الاحتلال بحيث تضع حدا لمعاناتهم المتواصلة. فقط بالوحدة الوطنية ممكن الانتصار للقضية الوطنية وأيضا الانتصار لأسرانا البواسل. الدعوة قائمة إلى كل المقاومة الفلسطينية، إلى كل الفصائل الفلسطينية، العمل من أجل إطلاق سراح أسرانا. هناك من يمضي أكثر من 38 عام، كل الوسائل مشروعة من أجل تحرير هؤلاء الأسرى. ومع استمرار الإضراب يخشى هؤلاء من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى في ظل تعنت إدارة السجون رفضا لتنفيذ مطالبهم. رفع ملف الأسرى الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية خطوة هامة يأمل الفلسطينيون أن تتحقق لردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها في حق الأسرى. أحمد غنم غزة، الميادين. حذرت وزارة الخارجية الروسية من افتعال محاولة مزيفة لهجوم كيميائي في سوريا. وفي مؤتمر صحفي قال رئيس قسم منع انتشار الأسلحة والرقابة عليها في الوزارة ميخائيل أوليانوف إنه من الممكن أن تقع حوادث من هذا القبيل في ريف دمشق خلال وقت قريب على حد تعبيره. وأشار إلى أن موسكو لا تستبعد استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، معتبرا أن المسألة تكمن في هوية من استخدمها وكيف تم إيصالها إلى هناك. وأضاف أن لا دليل على أن سوريا أخفت كيلوغراما واحدا من الأسلحة الكيميائية. حرر الجيش السوري وحلفاؤه قرية زور الحيصة غرب بلدة المصاصنة في ريف حماة الشمالي إثر اشتباكات مع مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها. هذا وتعزز سيطرة الجيش على مدينة حلفاية في ريف حماة الشمالي الغربي، دائرة الأمان المحيطة ببلدة محردة، بعدما كانت حلفاية قاعدة لقصفها بالصواريخ. أفاد مراسل الميادين في البقاع اللبناني بأن المقاومة استهدفت مركزا قياديا لتنظيم داعش في شعبة الخابية بجرود رأس بعلبك بالصواريخ الموجهة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصره. بالتوازي استهدفت المقاومة مواقع التنظيم في جبل الزويتين والموصل بالقصف المدفعي بحسب مراسلنا. إلى الشأن الانتخابي الفرنسي، حيث توقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوبينيون واي فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة في رئاسيات فرنسا، وأظهرت أن الأخير سيحقق نسبة 61% مقابل 39% للمرشحة اليمينية مارين لوبان. في غضون ذلك شنت لوبان هجوما عنيفا على منافسها واتهمته بالضعف في مواجهة الإرهاب. لو ذكر اسم إيمانويل ماكرون في الأوساط السياسية قبل عام واحد كمرشح رئاسي لقال كثيرون إن وصوله أمر مستحيل، لكن الشاب الذي لم يتم عقده الرابع بعد قلب الموازين وتجاوز التوقعات. في المركز الأول بأكثر من 23% من الأصوات حل ماكرون، متفوقا في الدورة الأولى من الانتخابات على جميع منافسيه ذوي الباع الطويل في السياسة والمنتمين إلى أحزاب وجبهات. كمستقل قدم نفسه مرشحا لجميع الفرنسيين مخاطبا إياهم بعيدا عن اليمين واليسار. سأكون رئيسا لكل الشعب الفرنسي، رئيسا للوطنيين ضد تهديد القوميين، رئيسا يحمي ويغير ويبني، رئيسا يجعل الأمور ممكنة لأولئك الذين يريدون الإبداع والابتكار والعمل، ويجعل القيام بذلك أسهل وأسرع. ضد زعيمة الجبهة الوطنية سيخوض ماكرون معركة الدورة الثانية من الانتخابات،
ماري لوبان قد تغدو أول امرأة تدخل قصر الإليزي كرئيسة لفرنسا في حال الفوز، حاملة معها أجندة أقرب إلى الانغلاق والانعزالية. حان الوقت لتحرير الشعب الفرنسي من النخب المتعجرفة التي تريد إملاء سلوكها علينا. نعم، أنا مرشحة الشعب، أواجه نداء إلى جميع الوطنيين الصادقين بغض النظر من أين يأتون، بغض النظر عن أصولهم ومهما كان تاريخهم، بغض النظر لمن منحوا أصواتهم في الجولة الأولى، أدعوهم إلى أن ينضموا إلي. بعض أنصار المرشحين الخارجين من السباق الرئاسي عبروا عن استيائهم من نتائج الانتخابات في الشارع بالتظاهر، ما أدى إلى حدوث أعمال شغب، فيما دعا فرانسوا فيون وبنوا أمو مناصريهما لدعم ماكرون في وجه لوبان. الدعوة نفسها وجهها إلى الفرنسيين مسؤولون في الحكومة، منهم المتحدث باسمها ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، فيما اختار مرشح اليسار جان لوك ميلونشون ترك حرية الاختيار لمؤيديه بعيدا عن أي توجيه. منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أعربت عن ارتياحها لرؤية عالمي الاتحاد الأوروبي وفرنسا في المؤتمرات الانتخابية للمرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، واعتبر ذلك أملا لأجيال أوروبا المقبلة. فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. أكد وزير الاتصال الجزائري حميد جرين أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية لم تشهد أي تجاوزات من قبل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، وأضاف في ندوة حول تداول الخبر في القانون الدولي أنه أبلغ بعض الصحف أنها تجاوزت القانون وقامت بالإشهار السياسي لعدد من المرشحين. تؤدي القنوات الخاصة دورا لافتا في توجيه الرأي العام والتأثير عليه تزامنا مع الحملة الانتخابية، ونظرا إلى أهمية هذا الدور أصدرت وزارة الاتصال ميثاقا تمنع فيه الترويج لدعوات المقاطعة والخطاب المسيء لرموز البلاد. أسامة عبد النور. 50 قناة تلفزيونية خاصة تقريبا تنشط في الجزائر، أغلبها يعمل بطريقة غير قانونية، 5 منها فقط لديه اعتمادات كمكاتب قنوات أجنبية، قنوات أصبحت لها قوة تأثير في الرأي العام دفعت الأحزاب السياسية إلى التنافس على منابرها. اللي عنده علاقات خاصة مع القنوات الخاصة راهو يظهر في الحصص وكذا، واللي ما عندوش راهو أمور بلا ما نقول لكم يعني كيفاش راهي تجري الأمور. أنا سعيد لحضور قنوات جديدة يعني في هذه الحملة من خلال الانتخابات هذه، لأنها تعطي الفرصة للمنتخبين مهما يكون انتماء تاعهم. وزارة الاتصال أصدرت مرسوبين وزاريين تنظيميين منع 45 قناة تعمل في الجزائر من تغطية الانتخابات. القرار أثار جدلا في أوساط الصحفيين الذين اعتبروه مساسا بحق التعبير، فيما أكدت الوزارة أن الخطوة تنظيمية بحتة. وبالتالي المواطن اليوم أصبح يعني إذا كان يبحث عن البديل عن برامج أخرى سياسية يتوجه إلى القنوات الأخرى، ممكن أنه يشوف حوارات ويعني فضاء آخر في الحملة الانتخابية. في المقابل أوكلت للإذاعة الرسمية والتلفزيون العمومي مهمة تخصيص فضاءات للتعبير الحر للمرشحين وفق رزنامة زمنية عادلة بينهما. الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري صحيح عندهم يعني خبرة كبيرة وتجربة في هذا الميدان، ولكن ليسوا الوحيدين في المشهد الإعلامي. أمامهم قنوات خاصة حديثة النشأة، بعضها تفتقر إلى إمكانيات وإلى طاقم مدرب. اختبار جاد تخوضه القنوات الخاصة في غمرة الانتخابات،
الموازنة بين ميول الشارع وتفاعلاته يجعلها بين خيارات صعبة أمام جمهورها. ينتظر أن تلعب القنوات الخاصة الفتية دورا هاما في التعبئة للحملة الانتخابية، لكنها بحسب مراقبين تمر بامتحان جاد لمهنيتها وتعاملها مع جميع المترشحين المستقلين والأحزاب السياسية الناشئة، فيما تراهن السلطة على أن تستقطب هذه القنوات الفئة الصامتة في الهيئة الناخبة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. في تونس، أكدت رئيسة لجنة التحقيق في تصفير الشباب إلى بؤر التوتر ليلى الشتاوي أن اللجنة ستطلب الاستماع للنائب في حركة النهضة محمد فريخة حول ما يتردد عن تورط شركة الطيران الخاصة به في تصفير الشباب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. الشتاوي أضافت بأنه سيتم الاستماع إلى كل وزراء الداخلية والعدل والخارجية السابقين منذ عام 2011، بالإضافة إلى كتاب الدولة للأمن الوطني وبعض نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين. أعلنت الحكومة التونسية أنها ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وانزلاق الدينار إلى مستويات تاريخية أمام اليورو، ما قوض احتياط العملة الأجنبية. عماد اشترى. مجددا يعرف الدينار التونسي انزلاقا غير مسبوق، وضع كان متوقعا من قبل المراقبين بالنظر إلى استفحال عجز الميزان التجاري الذي نهز خلال الثلاثية الأولى 4,000 مليون دينار، وارتفاع حجم خدمة الدين إلى 8,000 مليون دينار، غير أن إعلان وزيرة المالية بأن انزلاق الدينار سيصل قبل موفى هذا العام إلى مستوى 3 دنانير مقابل الأورو الواحد عمق الأزمة وأدخل حالة هلع في سوق الصرف. وقع يعني عبارة على تجفيف للسوق، العرض انقرض تماما واختفى والطلب لا يزال موجود، وبالتالي كان هناك ارتفاعات يعني غير معقولة وغير مسبوقة لأسعار العملات الأجنبية. إحجام البنك المركزي عن دعم الدينار يأتي في غمرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية نظير الإفراج عن القسط الثاني من القرض، خطوة ستتبعها بحسب المراقبين قرارات أخرى ضمن ما يعرف بالإصلاحات الموجعة، أبرزها انزلاق الدينار إلى قيمته الحقيقية وتسريح آلاف العمال ورفع الدعم عن العديد من السلع وفي مقدمتها المحروقات، ما يعني تضخما في الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية وارتفاعا في حجم الدين الخارجي الذي يسدد بالعملة الأجنبية. إجراءات خصوصية تخلينا نخرج من معناها مأزق هذا الاستيراد اللي قاعد يغرق في الأسواق متاعنا، اللي قاعد يخسرنا في العملة. 2018 و2019 تونس باش تفرض عليها معناها جدول ديونها أو معناها السقوط في حالة الإفلاس، أي تصبح عاجزة عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية. الإعلان عن تأجيل سداد القرض القطري إلى السنة القادمة يراه مراقبون مؤشرا على دخول البلاد في مرحلة إعادة الجدولة لصعوبة السداد حاليا. توجس في تونس من الانزلاق المهول للدينار ومن تداعياته المحتملة على مستوى العيش والوضع الاقتصادي عموما، في ظل تحذيرات من المختصين بأن الوضع يحتاج إلى تشخيص دقيق للمشاكل وإجراءات حازمة وسريعة لتفادي تفاقم الأزمة بما قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الفقر وعجز الدولة عن سداد الديون. عماد شترى، تونس، الميادين. نبقى في تونس، حيث انتخب برلمان الطفل رئيسا جديدا ونائبين له في خطوة تهدف إلى إعداد أجيال الغد على الممارسة الديمقراطية وروح المواطنة. هذا وركز أعضاء برلمان الطفل في مداخلاتهم خلال الدورة الأولى على إثارة المشاكل التي تهدد الطفولة، وتناولت الأسئلة مواضيع غياب المرافق الثقافية والترفيهية وظواهر العنف المدرسي والتحرش الجنسي ضد الأطفال. احنا ناخذوا المقترحات اللي قدموهم ندمجوهم، خاطر احنا الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة كانت بالتعاون مع الأطفال، واحنا ديما ماذا بينا الأطفال هما اللي يشاركوا في أخذ القرار وفي صنع القرار، فالأطفال وقت اللي قدموا لنا مقترحات احنا ناخذوهم بعين الاعتبار وندمجوهم في الخطط والبرامج اللي نعملوهم في الوزارة.
بالعودة مشاهدينا إلى ملف الجزائر والانتخابات التشريعية فيها، معنا من العاصمة الجزائرية المرشح باسم الحركة الشعبية الجزائرية سيد جمال معافى. أهلا وسهلا بك معنا سيد جمال، ونذكر أنه حضرتك مدير لقناة خاصة. على كل حال أهلا وسهلا بك معنا. سأبدأ معك بالحديث كمدير اليوم لقناة خاصة، إذا أمكن أن تنقل لنا بشكل عام لمن لا يعرف كيف تجري الأمور في الجزائر، كيف هي التغطية الإعلامية، أتحدث تحديدا عن المرئي والمسموع في الجزائر، كيف هي بسلبياتها وحسناتها، وبرأيك ما الذي حصل فعليا حتى يتم اتخاذ هذا القرار بمنع 45 قناة من تغطية الانتخابات من أصل 50 في كل الجزائر؟ نعم، تحية لكل مشاهدي قناة الميادين. أهلا بك الأخت الكريمة. أولا فيما يخص تغطية القنوات التلفزيونية، نحن نعتبر أننا طبعا أنا كإعلامي ومشرف على قناة إخبارية الجزائر وهي الجزائر نيوز، هي تجربة إيجابية جدا، لأنه القنوات الخاصة في الجزائر بدأت ونشأت بعد سنة 2012 بعد مسابقة على قانون جديد للسمع البصري في الجزائر، قانون الإعلام كذلك. إذا تم الشروع في إنشاء العديد من القنوات الخاصة في الجزائر، اليوم ربما تفوت حوالي 30 قناة. طبعا الحملة الانتخابية، القنوات، الكثير من القنوات التلفزيونية الخاصة إلى جانب القطاع العمومي للتلفزيون الجزائري تقوم بتغطية هذه الحملة الانتخابية، يعني ما فيهش أي إشكال إلى حد الآن. ربما فيه بعض القنوات التي ليس لديها إمكانيات كثيرة، ليس بإمكانها أن يعني ترافق كل الأحزاب السياسية. هناك جدل واسع اليوم أثير حول هذا القرار، منع 45 قناة من تغطية الانتخابات، برأيك هذا القرار ضمن أي سياق، أي خانة، هو قرار قانوني فعلا؟ يعني البعض استغرب أنه هذه الحملة الآن في توقيت الحملة الانتخابية، لماذا لم تكن قبل بكثير أو ربما بعد الانتخابات؟ كيف تنظر إلى هذا القرار، هو سياسي أم قانوني، وماذا عن توقيته أيضا؟ لا، نحن يعني بكل موضوعية ليس فيه أي منع بالنسبة للقنوات. أظن أن القنوات التي لديها إمكانيات أنها تغطي الحملة الانتخابية هي الآن تقوم بتغطيتها، ولكن النقطة التي يجب أن يعرفها المشاهد الكريم هو أن الجزائر هي قارة لا يبارك، يعني 2,300,000 كيلومتر مربع، فيه أكثر من 50 حزب سياسي أو أكثر من 60، حوالي 50 حزب سياسي داخل الحملة الانتخابية. طبعا هناك قنوات خاصة طبعا بالإضافة إلى القطاع العام الذين بإمكانهم ربما مرافقة هذا النشاط السياسي، ولكن يعني ليس الإشكال بهذه الحدة يعني. طب أود الحديث معك اليوم كمرشح باسم الحركة الشعبية الجزائرية، ماذا عن قناتكم الكريمة اليوم؟ يعني هل هناك مساحات بديلة التي أمنتها الحكومة، هل هي كافية؟ والله يا جميلتي العزيزة، لأنني أتكلم الآن بقبعة الإعلامي ولن أن في عطلة من قناة الجزائر نيوز منذ 20 يوم أو أكثر، يعني قبل بداية الحملة، وهذا طبعا يرجع إلى ظروف أخلاقية يجب أن تراعى لممارسة النشاط الإعلامي. ولكن في الجزائر نيوز هناك وجزائر تي في كذلك، لأنه فيه مجمع، هو مجمع وقت الجزائر، فيه طاقم محترف من إعلاميين وتقنيين وكل أطقم هذا المجمع يقومون بعمل جيد جدا، مثلهم مثل زملاء في القنوات الأخرى كذلك في الجزائر يرافقون العمل السياسي، نشاط الأحزاب السياسية، يعني الأمور يعني تسير بطريقة طبيعية جدا. طيب بشكل سريع، ماذا يعني إذا كان هناك نوعا من ضبط الأمور في الداخل فيما يتعلق بصحافة الداخل، ماذا عن الصحافة الخارجية، مثلا القنوات الفرنسية فيما يتعلق بانتخابات الجزائر بشكل سريع؟ لا، إلى حد الآن ذكرت من القنوات الفرنسية. لماذا القنوات الفرنسية؟ لأن في الجزائر هناك قنوات لديها مراسلين في الجزائر مثل قناة الميادين وقناة
قنوات أخرى متواجدة في الجزائر. طبعا القنوات الفرنسية على علمي لا تهتم إلى حد الآن بالانتخابات الشرعية في الجزائر نظرا لحدث الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تتزامن مع الانتخابات الفرنسية. والانتخابات التشريعية هو أولا شأن جزائري بالدرجة الأولى، فيه اهتمام من طرف الشارع الجزائري من طرف الكثير من المهتمين، ولو أنه فيه إشكال مطروح ربما ستطرحين هذا السؤال على إشكالية ربما العزوف في الديمقراطية اليوم، العزوف الانتخابي، ربما عدم الاهتمام من طرف بعض الشرائح. لكن نحن نعتبر أن الانتخاب والصندوق، صندوق الانتخابي، هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو لربما محاسبة مسؤول كنا انتخبنا عنه. هذه هي فلسفة الحركة الشعبية الجزائرية في الجزائر. شكرا لك سيد جمال معافى، مترشح باسم الحركة الشعبية الجزائرية، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. تذكير بالعناوين. على سير مروان البرغوثي لبرلمانات العالم، لن نستسلم للتعذيب والاعتقال والعقاب الجماعي، ونطالبكم بدعم حرية الشعب الفلسطيني. الجيش السوري يتقدم في ريف حماة، وموسكو تحذر من افتعال حوادث كيميائية مزيفة بريف دمشق قريبا. ترحيب أوروبي بتصدر ماكرون الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية، ولوبان تتهمه بالضعف في مواجهة الإرهاب. ووزير الاتصال الجزائري يؤكد عدم وجود مخالفات في التغطية التلفزيونية للانتخابات، ويتهم بعض الصحف بتجاوز القانون. المزيد من الأخبار، التقارير والبث المباشر على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.